ابدأ يحيى. يحيى هيبدأ دلوقتي يشرح لنا اشتغل في جروب عمل ايه؟ ايه الفكرة دي جت ازاي؟ وكل واحد هيقول دوره عمل ايه في الجروب عشان خاطر في الاخر يوصل الكورس بشكل يعني كل واحد يتكلم عن نفسه. اه اتفضل. اوكي. انا جبت الفكرة في الأول، فكرة الكراتين بتاعة البيض. وبعدين احنا سوا بقى اشتغلنا في الديزاين وفي الشغل. بس انا والله انا فكرت في ان هو احنا عايزين حاجه تكون بتستحمل قوي قوي، ما يفرقش معاها اي لود، وتكون فكره يونيك محدش استخدمها قبل كده، وفي نفس الوقت تكون ريوزبل وريسايكبل من ويست ماتيريال محدش بيستخدمه. تمام بس كده. تقول لي بقى انت عملت ايه في المشروع ده؟ انا جبت الكراتين من هو كان عنده الكراتين هو، وانا رحت جبتها من عنده. رحنا انت جبتها منين؟ انا في الموضوع غريب شويه، كنت اتكلمت موضوع مع عمي عن موضوع الكراتين، قال لي انا اقدر اجيب لك كراتين. قلت له منين؟ قال لي ما تخافش انا اتصرف. نزل معايا، رحنا جبنا، لقيته جاب لي كراتين بطولي قد كده حرفيا بطولي. قلت له حلو كده، كان عايزين ننقله، اتكلمته، قال لي انا ممكن اعدي عليك كلنا اللي احنا الكراتين. السؤال ده بسأله بقى ليه؟ عشان ارجع بقى السؤال اللي بعده، اللي هو كلف كام؟ ما كانش فيه اي تكاليف. شايف ما حلفش غير الكارت برضه، بس حوالي 30 جنيه كل واحد دفع 30 جنيه. ممكن يكون مثلا بنزين مثلا، هو مين البنزين دفع فيه؟ ده بنزين الاكل كان اكتر. دوت كان ريسايكلنج، يعني دوت كان حاجه مهمشه بالنسبه لي. بالظبط بالظبط. اللي قول لي بقى انت عملت ايه في الشغل ده؟ يعني انا كان شغلي اكتر بقى في الريبورت والبرزنتيشن نفسه، كنت بقعد انا ومصطفى نعمل ريبورت. شايف ايه الكرياتيفيتي الابداعي اللي موجود في الكورس ده؟ هي طبعا فكره كراتين البيض مبدئيا من الاول، هي عشان كراتين البيض دي ما فيش اي حد خالص بيستخدمها، هي دايما بتترمي، عمرها ما بتستخدم، واحنا بنستخدمها في حاجه يعني كويسه زي الكرسي بس، وتستحمل جدا. بس كراتين طبعا كانت كارد بورد فلاي. عايزين نجرب الاول، حد يقعد عليها؟ حط رجل على رجل كده. حد يقعد عليها؟ هو احنا جربنا نحط اي حد 200 كيلو وما حصلوش حاجه. 200 كيلو؟ اه. جبنا طرات. انا حطينا طرات دي 75 كيلو تحط على كرسي وال2 يقفوا عليه بعض. اخر بقى سؤال هقول لكم، الكرسي ده كان مسافه مين؟ مين اللي ممكن ياخده يكون هو في المقام الاول ممكن يستفاد بيه؟ انا عامل مين؟ ممكن تكون فور اكتر علشان هو ما كلفش تقريبا فلوس خالص. فبيروح من مين؟ يعني ناس فور مثلا بيت؟ ناس فور. ممكن ملاجئ مثلا؟ ممكن ملاجئ؟ ممكن مدارس مثلا. هو مريح، يعني يعتبر مريح ان هو بالذات، يعني هو يعتبر طري، فهو قعدته مريحه عن اي كرسي ثاني. خفيف نسبيا، مش شويه مشيل مشيل بسهوله جدا. ليه في راجل كده؟ ليه دايما السؤال ده بيجيب حد من البنات هم اللي ايه؟ ما شاء الله عليكم يعني ايه؟ لا بس هو فعلا خفيف، يعني هو بيتحرك بيتحرك برجليك يعني، هو خفيف جدا. طيب هو بيتحرك بسهوله. عاوز اقول حاجه بقى، هل الكورس دوت ليه استعمال غير ان انا اقعد عليه؟ هل ايه استعمال تاني غير ما انت ممكن احنا نقف عليه عادي جدا، ممكن نحط عليه نحط عليه حاجات، ممكن نحط عليه حاجات براحتنا عشان بيستحمل وزن عالي جدا، ممكن نرص عليه حاجات براحتنا خالص، يعني مش بس مجرد كرسي. طبعا بشكركم على تعبكم.